اليوم يعني 20 سنة ويفوز حزب العدالة والتنمية باستحقاقاته الانتخابية، إن كان على إن كان في البرلمان، إن كان في الرئاسة، إن كان في البلديات في المعظم. ما الذي يختلف في هذه الانتخابات؟ يعني الحزب العدالة والتنمية يعتبرها انتخابات مصيرية، الأحزاب الأخرى تعتبر انتخابات مصيرية، هل هناك ما يخيف حزب العدالة والتنمية اليوم أمام هذه الانتخابات؟ طبعا يعني هناك بعض الفرص بالنسبة لحزب العدالة والتنمية، على فهي أصلا توحد الوحدة في الترشيح، ألا فهو رئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان. ولكن يبدو أن المعارضة الآن شددت، وإن كان على شمسية على تحت شمسية واحدة أو على تحت سقف واحد، يعني المعارضة طبعا متكتلة فيما بينها، ولكن مع ذلك هناك تشدد إلى حد ما، عدم التناغم في بعض الأحوال. لذلك يعني استنتاج أو استشفاف بنتائج هذه الانتخابات صعبة، ولكن حزب العدالة والتنمية طبعا خايفة على أساس طبعا انقلاب بعض الأمور خاصة اقتصادية، وتركيا تريد في الآونة الأخيرة غير حزب العدالة والتنمية وجهتها في السياسة الخارجية، على أساس أن يتناغم مع المجتمع الدولي وحتى يحصل على استثمارات الداخلية، مما يقويه اقتصاديا حتى يتم جلب طبعا ناخبين إلى صفه في الانتخابات القادمة. ولكن لم يتبقى هناك سنة إلا سنة، لذلك ربما لا يستطيع حزب العدالة والتنمية طبعا استدارة كاملة في هذا المجال، وجلب وجمع طبعا الناخبين في خانتها في صفها. يعني هناك أمور صعبة بالنسبة لحزب العدالة والتنمية كما ذكرت ذلك.